حياتك انا كنت عايز عمارة 89 بيت الافي. تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. طب انا عايز اقابله. تقابله فين؟ ما قدامك اهو داخل الاسعاف. هو ده توفيق؟ ايوه والله. يا حبيبي يا حبيبي توفيق يا حبيبي، مش هسيبك، انا هركب معاك، مش ممكن اسيبه في اللحظه دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ انا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه اكرم، طب انا هاجي وراكم العربيه. طيب ماشي. طيب راح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني يا حبيبي. يا حبيبه كيفه، حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه وكان مقرب منه جدا، ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه على الغربه لما تنسي الواحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل و في العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقره، مع اني نبهت عليه اكتر من مره بخصوص موضوع التدخين دي، خاصه بعد ما ركب الصمام. اعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحاله اللي جوه؟ ايوه. طيب هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا اكرم، انا معايا فلوس في العربيه. استنى. ازيك يا توفيق يا زاهر؟ انت دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الادوية السامة؟ ايه عين؟ حاول تعمل حاجة كفر بيه عن اللي عملته قبل كده. وزارة الصحة. وقتها كان ليا صديق مقرب، فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه يا مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابة في قضية مريم رياض؟ الموضوع معهوش بالسهولة اللي انت متخيلها يا هلال، المسألة ممكن تاخد وقت. مش مشكلة، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود، الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نحس. انا مش عارف مقفلك ده ليه، عملت ايه يا نهى؟
كلمت صاحبتي اللي ماسكه اعداد البرامج الفنيه وسالتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سالتها على رقمه قالت لي ده مات من سنتين. استاذ دراز، استاذ دراز، دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحه الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحه وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه، مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو. يوه، خليه يدخل. ايه، في حاجة؟ بيقول لي حماية بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أأمرني؟ أأمرني؟ أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وانت كنت عايز تقابله ايه اصلا؟ عايز اعمل تحقيق صحفي معاه. طيب هشوف الموضوع ده وابقى ارد عليك يا عم. انت عارف ان انا بشتغل في جريده معارضه، يعني سهل جدا اتكلم عن تكميم الافواه واضطهاد الصحفيين المعارضين، والمره اطلع على نقابه الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخله كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبه ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ يا استاذ هلال، في الحقيقة انا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، انا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وانا سامع حضرتك، اتفضل. انا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من اكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. ايوه يا استاذ هلال، بس انا بقالي اسبوع بس ماسك الوزاره. ما انا عارف، بس ده برضه ما يمنعش ان اللي اخطا حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش اي حد فوق القانون. هي ايه القضيه؟ قضيه المستلزمات الطبيه الملوثه اللي حصلت سنه 96. في واحد بريء شال القضيه دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقه أنا مش فاكر الموضوع ده، بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلاً ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم. مفهوم يا أستاذ هلال. عموماً الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة. وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش اجابه سيادتك تتصل بيا في اي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ انا ما قدرتش اوصل للحرفين من اسمه. يا عين، وانا واثق ان حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقه دي منين؟ وانا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظه واحده من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. ان شاء الله يا استاذ هلال أكون عند حسن ظن حضرتك، وتأكد تماما أنا لا يمكن أبدا أقبل بأي نوع من أنواع الفساد في الوزارة دي طول ما أنا موجود على الكرسي ده. كما حضوريا بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من تهم.
حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة يا دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا، اتحرك. في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة دال زهر، رشحتني بطلة لفيلمها الجديد، وكان حلم ليا أن أشتغل معاها بنجوميتها وأفلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب إن إحنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟ ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي إحنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهثي منتج الفيلم. عرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العربون. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم، لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جداً ورجل أعمال كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا، ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظر. عارفة يا مريم، هنا في مصر ما فيش غير قمع وقهر وكبت. أنا راجع من أوروبا وهسخر كل وقتي لمساندة كل الحريات في كل المجالات، خصوصاً في التعليم والثقافة والإعلام والسياسة طبعاً. والفن هيبقى سلاح، لأن الفن هو القوة الناعمة اللي نقدر نغير بها المجتمع كله.
ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقات انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش، بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده من غير هو ما يعرف. طبعا الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. اي خدمه يعني يا سعاده اللواء؟ شكرا يا سيدي، متشكر اهو. تحب اكلم لحضرتك الاستاذ هلال ابلغه ان حضرتك مستنيه؟ لا، ما هو كلمني وقال لي انه جاي في السكه. شوف انت شغلك. طيب يا فندم، بعد اذن حضرتك. جهز القهوه يا جابر. حاضر يا فندم. اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل، ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذرك على اللي عملته نهى امبارح. يا راجل عيب عيب، تعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي، اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 لا، اوعى تعمل كده. لا تجيب سيرتي ولا سيرت المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، انا لسه في البداية والطريق طويل. مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسدف اوراقها، مش كده؟ المهم، عملت ايه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء، آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس معرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. ياما كنت قابلني في الاستوديو وتلحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال، في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا، ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه، اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريح. دقايق والاستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في اخر الحلقة بوجه رسالة لكل اب ولكل ام. سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة، وبلاش تراقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. أستاذ هلال، مش كده؟ أهلا وسهلا. اسف على التاخير، بس حضرتك عارف ان البرنامج هوا. اتفضل. انا مش هعطلك كتير، انا بس جاي عايز اعرف معلومه عن فيلم قديم انت عملتيه. فيلم ايه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. اه، ما انا عارف، وحصل ضجه كبيره يعني عشان الرقابه وقفته. الفيلم ده كان بطوله مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكله فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه،
بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي، مش عارف مين منتج الفيلم؟ بهاء ثابت، ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا استاذ. طب انت استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيه؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. متهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكرة أنا متابع جيد لمقالاتك والحملاتك الصحفية ضد الفساد، وعارف أنك معارض للنظام الحالي. أنا مش معارض للنظام، أنا معارض لأي غلط بيعمله أي نظام، سواء نظام سابق أو حالي أو مستقبلا حتى. جرايا يا أستاذ هلال، هو إحنا مش عاجبينك ولا إيه؟ أنت صحفي كبير وعارف أسرار المطبخ السياسي كويس قوي، وأكيد عندك دراية بالأخطاء اللي وقع فيها الحكومة دلوقتي. وليكن، الأخطاء دي أدي إحنا بنتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي. أفهم من كده أنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه معرفتكش كويس، ولازم تعرف أن أنا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك أي حاجة غلط هكون أول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. أنا عايز أصرح الناس بكل حاجة عني، العيب قبل الميزة، وعشان كده اخترتك أنت بالذات. أنا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحة في دول تانية، وأهم حاجة بتميزه الشفافية. طب أنا محتاج وقت أفكر فيه، حاجة زي دي مش سهل إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة. طب مش تسمع باقي العرض الأول؟ أنت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي، ومن دلوقتي لغاية ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر. كويس؟ 20,000 دولار؟ آه. مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معي. عموماً الفلوس مش هي اللي هتخليني أقبل أو أرفض. هنزلوا. ازيك يا أستاذ هلال؟ ربي، كنت عايز أدردش معاك في موضوع صغير كده. يعني عايزين منك خدمة صغيرة. خدمة مني أنا؟ أؤمر. سميح البجوري، مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شوية معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب، انا وعدك اي معلومات حاضر أجمعها عنه هقولها لك أول بأول. أشكرك. تذكرت في كل أرقام تليفوناتي، أول ما توصل لحاجة أنا هنتظر تليفون من حضرتك. أستأذن أنا. فضل روبي. ايه
اهلا 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 وسهلا. اكيد جايب لنا معاك خبر سعيد. لسه كنت بقول لبهاء مش ممكن استاذ هلال يتخلى عننا. هتخلى عنكم برضه؟ معقول؟ بقى ثابت منتج الفيلم والميسيو الممول الخفي، ناقصكم دنيا ظافر وطارق فاروق. طارق؟ واضح ان صاحبك كان عنده حق لما قال عليك مش سهل. صاحبي مين؟ براز، رئيس تحرير الجريده اللي انت بتشتغل فيها واللي انا بمولها. شكله نسي يقول لك انه استفاد كتير قوي من شغله معانا، وانه بياخد مرتب ما كانش يحلم بيه. هو دراز عارف اللي انت اللي بتمول الجريده؟ برضه ما بيردش، انا خايف يكون جرى له حاجه. وحضرتك عارف حاجه ومخبيها علينا؟ ايه يا جماعه جو الافلام اللي انتوا عايشين فيه ده؟ هو هيلو كده لما بيكون في شغل ما بيركزش في التليفون. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ مش مهم جبتها منين، المهم ان العدد الطبع والتنويه نزل. ولا انت ناوي تمنعني من الكتابه في الجورنال؟ بالعكس، اكتب براحتك، لان حتى نبهت على سميح انك تستمر في مقالاتك لانها حققت مبيعات هايله. يعني هتخليني هجمك في الجورنال بتاعك؟ هي دي الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها؟ مين قال بس انك هتهاجمني؟ في مقال هينزل في الصفحه الاولى باسمك بتتكلم فيه عن انجازاتي. مقال ايه؟ انا ما كتبتش حاجه. دراز صاحبك كتبه بدلك، يعني انت دلوقتي قدام الناس بقيت معايا وبتساندني. ولو فكرت تهاجمني هتبقى في نظر الناس كذاب. بيني وبينك انا بفكر ان جورنال نبض الشعب يبقى همزه الوصل بيني وبين الناس. عارف يا هلال، انا الفتره اللي جايه عايز ابقى قريب قوي من الشعب، والجورنال ده لازم يبقى رقم واحد في المبيعات. وطول ما انت مستمر في فضايحك اللي بتنشرها متابعين الجورنال هيزيدوا، لاننا مع الاسف بقينا بنعشق الفضايح. خلقنا كشعب بقت وحشه قوي. والنبي سيب الشعب في حاله وما تكلمش انت عن الاخلاق. ولا انت نسيت فضايحك مع طارق فاروق اللي انت قتلته؟ انا ما قتلتش حد، طارق هو اللي انتحر. ما مريم رياض انتحرت برضه. بص يا هلال، انا بمول الجريده والجورنال، بس موت مريم وانتحار طارق انا ماليش علاقه بيهم خالص. والله بقى دي مش شغلتي، دي شغله النيابه. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطة وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطة فوق الحا. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000. 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. لا، انا اخد فلوسي كاش. اوكي يا هلال، بكره فلوسك تبقى جاهزه. ايوه دراز، انت فين يا هلال؟ انا كلمتك كتير وما بتردش. هلال انا عايزك ضروري، على فكره انا عندك في البيت. تسلم ايدك على المقاله دراز، سميح قال انك انت ابدعت فيه. لا لا لا، انا حاولت الحق. هخلص واكلمك. عملت ايه يا استاذ هلال؟ طمني. ده التسجيل، في اعتراف لشهاب ان هو عرض عليها رشوه، وان هو ورا تمويل الافلام اياها، وهو اللي بيمول الجريده كمان. شهاب ما يقدرش يمول الجريدة لوحده، شهاب أكيد بيجيله تمويلات خارجية بتدعمه يا أستاذ هلال. والله دي شغلتكم انتوا بقى. أنا ماليش دعوة بالحاجات دي. لا إزاي بقى؟
طب ده فاضل اهم حاجه. ما هو اصل احنا يا استاذ هلال لو مسكنا شاب دلوقتي الراي العام هيتقلب علينا وهيتهمونا ان احنا بنلف قضايا المعارضين للنظام. طب وايه المطلوب مني؟ ابدا. برنامج تلفزيوني صغير حضرتك هتطلع تتكلم فيه وتقول كل اللي عندك وتذيع كمان نسخه من التسجيل ده. ساعتها بقى ولا حد هيقدر يلومنا ولا حد يتكلم معانا. بس في حاجه، دراز كتب مقال باسمي بيمجد فيه شهاب والعدد نزل في السوق دلوقتي. والله. طب وازاي هو يعمل حاجه زي كده؟ مش مهم ازاي دلوقتي، المهم ان انا لو طلعت وفضحت شهاب واللي معاه الناس مش هتصدقني. طيب انا هحلها دي. ايه هتعمل ايه؟ هبلغ رجالتنا يوقفوا طباعه العدد والنسخ اللي اتطبعت فعلا يتمنع توزيعها وتتحرز. ماشي. مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال قصني وقص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بك يا فندم. على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني. اشكرك. ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. حاضر. الحقيقه يعني قولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. يا ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح رئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شينحه شهاب حامد. هو الحقيقة عرض عليا فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا هقولك. هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين إزاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا أستاذ هلال. أنا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش إن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابة منعته. الغريب إن الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السينما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معانا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشه قوي. يا سميح وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. ما
مليون جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انت وزار ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3 مليون. ابيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شابين شابين. حسن حسن أمر يا فندم. أنا لازم أسافر حالا، أحجز طيارة على أي بلد. تحت أمر سعادتك. خمسة مليون جنيه. أفتكر كده كويس أوي. أنا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من ياه عين هو أني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا أن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما تصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمة. وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معاي والناس كلها تعرف إنها بنتي. ومع الأسف القرار كان متأخر، لأني لما رحت الدار علشان أخدها فاجئوني بحاجة ما كنتش أتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محبوب. نون ميم. الاسم نورهان محبوب السيد محبوب. مكان الولادة دار ملائكة الرحمة. أقر أنا أمال محمد حلمي المقيمة في 20 شارع الجزائر بالمعادي، وأنني قد تكفلت بجميع مصاريف نورهان محجوب السيد محجوب، وهذا إقرار مني بذلك، وهي قائمة بدار ملائكة الرحمة. الإمضاء أمال محمد حلمي. إقرار من أمال محمد حلمي. طب لو أمال دي هي اللي كانت متكفلة بنورهان، إزاي وصل الورق ده لمريم رياض طالما إن البنت مش مكتوبة باسمها وعنوان أمال نفس عنوان مريم؟ كده بقى في علاقة بتربط أمال بمريم رياض. أستاذ هلال، الحمد لله على السلامة. الله، هو أنت عادي إنك تيجي بدري قوي عن موعدك كده، ولا رؤساء التحرير بيجوا كده، ولا أنت مش رئيس تحرير ولا إيه؟ جورنال قدامك، مكتوب فيه مين رئيس التحرير؟ هلال كامل، الأستاذ هلال كامل. طيب، مش هو ده اللي أنتوا عايزينه؟ ده اللي مكتوب. بس الفعلية بقى؟ لا، فعليا بقى مش بتاعتكم، دي بتاعت انا اللي مسؤول عن الجورنال قدامك وقدام الحكومة وقدام الناس. طالما انت المسؤول قدامنا بقى، يبقى احنا كده مطمئنين. يا
يلا انا قرفت منك، انت ليه انت بتكذب وبتقوح معايا؟ بتقوح معايا؟ رد يا طولت، العيال كلها شاهده عليك، وانا بنفسي اللي مطلعه علبه السجاير والولاعه. لسه يلا هتكذب وتحور؟ لسه هتكذب وتحور؟ خلاص 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 والنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطه واحده؟ الغلطه الاولانيه انك سرقت علبه سجايري. والغلطه التانيه انك شربت سجاره من غير ما تستاذني. من هنا ورايح لما تحب تاخد حاجة تبقى تستأذني. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله عايزين بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله العظيم أنا جوزي عاجز وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا بأي حاجة. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوة طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وايه اكتر حاجه بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الاطفال؟ اننا ما نحسسهمش انهم ايتام، وهي دي الحقيقه. احنا هنا كلنا اهل ليهم، ودايما زي ما انت شايفه كده بنعمل لهم حفلات. راحه الطفل النفسيه هدف لينا، ونفسنا نستمر على كده. طب وايه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش اي حاجه ممكن تمنعنا من الرعايه والاهتمام بالطفل. الحمد لله اهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد انهم يستمروا في دعمهم ده، لان دعمهم ده بيحافظ على الصحه النفسيه للطفل. واضح يا فندم ان انتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحه لينا يا فندم. طيب وايه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب او اتعور وهو بيلعب؟ في حاجه يا فندم؟ ايوه فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مره يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل وما عرفتش انام لغايه ما حسيت انه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا اتوجعنا، ما تعرفيش اتوجعنا من قلبنا قد ايه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادرة. أنا آسفة إني فكرت حضرتك. أحب أقول لكل مشاهدينا إنه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم إنسانية وطيبة الأستاذة سامية. كان عن بنت موجودة عندكم هنا في الملجأ. ثانية واحدة يا رحاب. نعم. شوفي الأستاذ هلال يشرب إيه الأول. حضرتك تشرب إيه يا فندم؟ أهو مظبوط إن أمكن. تأمرني. حاضر. اسمها ايه البنت اللي عايز حضرتك تسأل عليها؟ نورهان محجوب السيد محجوب. انا ما عنديش واحدة بالاسم ده. دي شهادة ميلادها وصورتها كمان. نورهان افتكرتها. انت بتسأل عليها ليه؟ هو في الحقيقة اصلي لما اختي توفت فلقيت الورق ده موجود في الدولاب بتاعها، فحبيت اعرف مين البنت دي. هي كانت مقيمة عندنا هنا وسابت الدار من فترة. طب ما تعرفيش ممكن الاقيها فين؟ من ساعة ما مشيت ما اعرفش عنها حاجة. طيب امال ومحجوب دول مش هما ابوها وامها الحقيقيين؟ لا طبعا، الاطفال لما بيدخلوا عندنا الدار الموظف بيطلع لهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة وبيسجلهم باسماء جوزفية. طيب ما حدش كان بيجي يزورها؟ لا ما اقدرش افتكر طبعا. طيب انا اسف للازعاج. طب والقهوه؟ بعدين بقى ان شاء الله. تفضل حضرتك الملف. شكرا.
الواد اهو يا استاذ رحيم. انت شايلاكي ده ليه؟ ما ترزعيه في مكان. بس اصل انا كنت عايزه اقول لك ان انا عايزه الواد الاولاني بدل ده، احسن الواد ده تقيل عامل زي الرزيه، انا كتفي خدل من كتر الشيل. طب مش وقته الكلام ده، بعدين حطيه على اي مرتبه دلوقتي. وانت يلا يلا قدامي. انت نوران؟ ايوه. انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ام امان؟ لا، امان مش والدتك، والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه. هيثم، خليك مكاني بس شويه. اوكي تعالى. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا؟ لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكرة الرسمة دي؟ مريم فضلت محتفظة بيها لغاية ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وإيه الظروف اللي تخلي أمها ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين أنت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني أصدقك عادي؟ مريم كانت رايحة تعترف بيكي وما لقيتكيش. وقتها كنت هربانة من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصورة دي جبتها منين؟ أنا جاي لك عشان الورث اللي ليكي. وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للهات المريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن مريم. اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. نوران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته ودخل. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي، انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه كلميني. على اذنك. مفيش. لما هو مفيش، قلبه خليتك على الزباين ليه؟ التليفون بيرن وما بترديش، مش يمكن في مصلحه؟ عادي يعني، بريح شويه. لا مش عادي. من ساعه ما كنت مع الراجل ده وانت قلبه خليتك ومش على بعضك، في ايه؟ وايه الجديد؟ انا مش على بعضي من زمان. انا لو مندور شكري. خير يا باشا. مش فاكراني؟ انت؟ مفيش، اتفضل. طيب طبعا اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش يا، هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوك ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف 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 شكلك حلو انت والواد شيلاه، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟
والله يا باشا انا ما طبعا كده عندنا محضر خطف طفل والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي ايه تاني؟ لا هي هتتكلم صح زينب. زينب انا عايز اعرف كل حاجه عن دار الايتام دي والواد اللي كان معاه كده، ايه علاقته بالدار؟ انا يا باشا ماليش دعوه بحاجه، انا دوب باجر العيال دي باليومين الدار. يعني ايه بتاجريه؟ يعني بروح اول اليوم اخده اسرح بيه وارجعه اخر النهار. ومين اللي بيأجره لي؟ الست سامية. قولي كل اللي عندك وخلصينا، احنا مش هنسحب منك الكلام كلمة كلمة. يا باشا انا كل اللي بعمله اني بأجر العيال دي من الدار. سامية بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير قوي غيري. وازاي يبقوا ايتام ومتسجلين في الوزارة وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزارة ايه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوة بالوزارة. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهية قولي كل حاجة. يا باشا العيال دي مخطوفة. في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لسامية. سامية بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى في قوانين واجراءات وحاجات عاملها الحكومه. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيل اللي هم ما لهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وساميه بتظبط لهم ده كله بتمنه. وفي برضه الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى تمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لما اخذ رجاله ناقصه بيحبوا الحريم الصغير. سامية بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنة وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شوية وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شوية وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكة تانية، دول بقى يسرقوا سريقة يبلطجوا على حد، لا مؤاخذة ينزلوا مظاهرة يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هما جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا معرفش. انا كذا مره اسال العيال هناك بس بيخافوا يقولولي، بس سامية تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابله رحاب، ده انا العتر. ما انا عارف يا اخويا انك العتر، امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايز اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العيال من الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي. قال ايه؟ نعيمه عيانه وعايزه اجازه. فهمتني؟ اعتبري حصل، هجيب لك خبرها. نهار اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني. يا عم لسه بقول لك مش عايزه مشاكل. قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقول لك ايه؟ افتح لك شنطه العربيه، انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله، تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق. يلا انسى. انت تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار والساميه واللي اسمه العتره ده. يا باشا اسمي انا كده هروح في داهيه. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمه، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهده. وكده نقدر نحميكي. ست رحاب مالك يا بنت متلبشه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام.
هيبقى فيها. يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا هنروح احنا مشوار تاني. يلا حاجة. بتقري علينا يا بنت الكل. ايه مش فارق معاكي حد؟ احنا شامينك يا بنت. بقول لك ايه، هتنطعي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني الراجل اللي هو اللي وعده مصورين كل حاجه. ابوس ايدك وارحميني. وماله الرحمه بتجوز على الميت. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست ساميه، ولا انا كنت عايزاني اسيبها لحد ما تروح للبوليس؟ تقوم تقتلها يا غبي، وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه؟ ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمه، تختفوا فيها لغايه ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبه دي. ما عشان نختفي محتاجه شويه قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك غرفة 60 داهية وما تظهروش لغاية ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هستخبى؟ انا ما عملتش حاجة. انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكم. يلا اتفضلوا. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين. هناك هم. Thank you.
بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية، لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا أول يوم، وتاني يوم وإحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطة في إيده، ولما سألته أنت رايح فين قال لي إنه هيقابل ناس أصحابه. طلبت منه ياخدني معاه عشان أنا معرفش أي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لأصحابه طلب مني أتفرج على الأماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت أصور بالكاميرا المناظر الطبيعية اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه، اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي تقتش اللي شفته، مخدرات. لحد ما وصلنا المطار قلت أكيد هيتمسك، لكن اللي حصل إني ما شفتش الشنطة اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت أكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا ومعاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت إن في حاجة غريبة حصلت. إيه هي؟ مش عارفة. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير. ورجعت له العرض. أنا كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبة، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانة اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة، ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة إني ماليش جمهور، وهو في الآخر تاجر مخدرات، وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. إنه حقا طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات، صاد ضاد. تعال يا نوران. أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. آه. رد رد
لا ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد. الو انت ما ترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين؟ ارحم تجيبيها بالذوق بدل ما اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك، انا مش عايزه اتعبك. يا نهار اسود، زومبي في الشارع. في ايه يا زيزو؟ ده وقت فرجه على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر الفلاكه. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجه حراره الجسم فجاه وبيخلي الانسان مش قادر يسيطر على نفسه، بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو يعني الفيديو اهو. طب ايه الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمني الفلاكه بيموتوا في الاخر، يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب، يا اللي بيتجننوا لان عقلهم مش قادر يرجع زي الاول، او بعد فتره بقى بيموتوا لما وظائف الكلى تقف. ده الكلوب بتاع مهاب. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استني، في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش، احنا بعد كده نمسك شوت جان في ايدينا بقى، واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده، عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا يا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي، اللي حصل ده عادي. واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بيتي كان هيتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتي كان هيتخرب، الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل، ملناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه، الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض، بص عدى صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى، بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليه انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك، بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق، ما تخليك مؤدب يا بنات، عيب. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي حصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامه قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي، صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ أنا مش عايز، أنت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي أنت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايثيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاتنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش.
حاضر يا حبيبتي حاضر. هو هو مش صبريني يا صبرين، ده بالراحه بالراحه. لا بقول لك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر ايه؟ يلا حاضر يا صابرين بالراحه. هلا حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على حامي كده. بص هخش بس غير هدومي واخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا ما صدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي انت تخشي دلوقتي تقلعي تقلعي قصدي تقلعي يعني، وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس باي حاجه قول عن نفسك رحمن رحيم، طب لو اجيب الشريط باسرع وقت. ايوه زكي. الو عالمي، كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهوله. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانيه واحده. طيب خليك معايا، خد الرقم عندي. زيت زيرو. ايوه اتنينات. تمام خلاص كتبته. يلا بسرعه كلمه وخليك وراه لغايه ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس عماد، الموضوع كده شكله يقلق بصراحه. مؤاخذة، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسألني انا مين؟ صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحة وكانت مكالمة مقلية قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهاردة؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب الوقت عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. أنا جبت الشريط يا أستاذ. إيه؟ خد منه الشريط ودخله. إيه إيه؟ تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده، المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه حب شريط الفيديو معايا، 10 دقايق وابعت لكم. مهاب استلم الشريط كده، الدنيا امان على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة كده. احنا ايه في ايه؟
افضلوا معانا. انا طلعت الملاحة ومجلس النواب. طب اشوف الكلام ده بعدين. هاتوه. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، وإني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوه بنات. مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ صحفيين بيطردوني في كل مكان، ما عندهمش سؤال غير انتي مؤهلك ايه، وانا مش قادره اقول لهم اني تعليم متوسط. ولا يهمك، محلوله عادي. تحبي يبقى عندك شهاده ماجستير ولا دكتوراه؟ مش فاهمه. نضرب لك شهاده مزوره، ولما حد من الصحفيين يسالك شهادتك ايه تحطها له في عينه. انت عايزه توديني في داهيه؟ ولا داهيه ولا حاجه، ما انا قدامك اهو معايا شهاده قد الدنيا، ولا حد سالني جايباها منين ولا حد خد باله. هو انا هفضل العلم ولا للشغل؟ واديكي شايفه اهو الناس كلها يقول لك الدكتوره راحت، الدكتوره جت، الدكتوره جت، الدكتوره راحت. هو انت مين اللي زور لك الدكتوره بتاعتك؟ جوزي. أصل هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، هو اللي عمل لي الشهادة بتاعتي. حوصيه عليكي يعمل لك شهادة مؤهل عالي، واختمالك بختم مدور كبير كده بارز. أنا أول مرة أسمع إنك متجوزة. أصل أنا متجوزة في السر، هو اللي مش عايز يعلن. أصل هو بيشتغل في مركز حساس. وفعلا أخدت الشهادة، وغيرت كل أوراقي على أساس الشهادة الجديدة. وبعدها بثلاث شهور جوزها كاف ألف جالي شقتي وبدأ يساومني. بصراحة كده أنا من أول ما شفتك وأنا معجب بيكي وعايز أتجوزك، أصلا أنا بحب الحلال أوي. تتجوزني؟ أنت مجنون ولا شارب حاجة؟ أنت عملتلي خدمة وخدت تمنها. لا 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 كده نزعة وزعل وحش أوي. هي خلينا سيح وأقول إن الشهادة بتاعتك مزورة. انت عايز ايه؟ 50,000. ساعتها خفت من المشاكل وما لقيتش حل الا اني اروح لمراته اللي عرفتني عليه واشتكي لها. احنا انفصلنا عن بعض من شهور، بس هو عمل معايا زي ما عمل معاكي بالظبط. لما طلعت له شهادته الحقيقيه وقلت له ان انا هفضحها وهوديها له مكان شغله، خاف، اترعب وقال حقي برقبتي. ليه؟ هو معاه ايه؟ دبلوم ومزور شهادة المؤهل العالي ومزور شهادة ماجستير، بس انا معايا شهادته الحقيقية، خبيتها من وراه من زمان وخليتها معايا للطوارئ. طب انا اتصرف ازاي؟ انا مش ناقصة شوشرة. خلي الشهادة دي معاكي، لو كلمك تاني وهددك قوليه ان هي معاكي، قوليه ان انت هتطلعها له وتفضحيه. وساعتها قدرت أخلص من زنه عليا وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرح لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مديرية التعليم بالجيزة، لقيته بقى دكتور. واستغربت جدا ازاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده. بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة الحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. زيزو
هلو، ايه ده؟ انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت إجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحاني؟ انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ أمك بقى كان ليها حق لما قالت لي إن أنا ما عرفتش أربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف إنك أنت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب أبوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش أنا. أنا ما عملتش حاجة غلط. اللي أنت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع إيه في الآخر؟ ولا حاجة. إحنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها أصلاً. أنت بتفكر إزاي؟ أنا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالاً. حاضر. أنت عرفت منين أسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ أبو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان أذاكرها. أبو فادي؟ آه. وأبو فادي ده بيشتغل إيه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي أعرفه إنه ماسك المناهج بتاعت وزارة التربية والتعليم. آه. اسمه إيه؟ اسمه كمال. كمال إيه؟ والله ما أعرف إيه. طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور ده. انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد، مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت نريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصاً إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس، فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس. انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. ما اعرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف عليك. حددت المكان؟ حصل يا باشا. ايه بقيت كده يا معلم؟ بتبهم جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عرف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو، اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم. مكتب الزهور. بالعلم ننير سماء الكون. Thank you.
التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. زرع مش متفائله، يعني حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعه الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا اي لحظه جت؟ يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضايا جديده. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وعدت فترة كبيرة في بيتي من غير شغل لغاية سنة 2004، وفي يوم كنت عند الكوافيرة بتاعتي سين ميم، وتعرفت هناك على نون فهم، كانت مذيعة في برنامج ديني على الراديو. مريم يا نهار، وحشتينا وحشتي جمهوري. انتي فين مختفية؟ مش لاقية سيناريو كويس. بس طب بصي، احنا بنعمل مسلسل ديني في الإذاعة، ما تيجي وتشاركي معنا في البطولة؟ هشوف وقتي وبكلمك. يا ريت. رحت البيت وانا عندي راحة نفسية للموضوع، حسيت ان دي رسالة من ربنا ليا، يمكن بيبعدني عن الفن وعايزني اقرب منه. اخدت قرار واتفقت مع نون فيه على معاد، وفعلا رحت ماسبيرو ودخلت الاستوديو اللي بيسجلوا فيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورتي الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مدد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الأكيد ألا نعود لمعصية ثانية أبدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا أبواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة ادوات مدرسية جنبنا هنا وانا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هم المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا، ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس إحنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. أدينا بنحاول أهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومه عن الحادثه. القضيه اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومه بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقة؟ الله أعلم. ولما حاولت أدعبس وأتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العمالة. ولما العمالة اللي مضايقاهم تخف إيديهم هتخف أكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحلة أسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا إن في إرهابيين هجموا على الأتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك إن الحكومة لما هجمت على الإرهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الأتوبيس متقطعة وكانت مفتوحة، وأعضائهم متاخدة منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقة؟ بلاش عشان الناس، عشان أخوك حتى. اتكلم اتكلم أقول يا باشا. سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة أصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه؟ ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني هو
عم إبراهيم أنت إزاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة وكل الناس اللي هنا بيبعتولي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني أنت بنتك راحت على إيد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وأنت بتعلم؟ أديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن أوي أوي أوي. ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسال في ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي. يعني بتعرفي انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرفه. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغار معايا ليه؟ مين نورهان دي؟ في ايه؟ من نورهان دي واحده صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب ولاد الكلب لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه رصاصة؟ شفت رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. واضح ان الاخوة الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيرة محتاجة علاج. المهم تكافوا انتوا طلبيها دي علشان اليادة ما بيتروحش لجيش الاحتلال بس. الكلية المطلوبة في الشنطة ودي نتائج تحاليل الناس الجديدة. هيكون جهازين امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. هما كام واخد؟ عندنا 7 رجالة وصحتهم حديد. خلاص تمام أكلمك. بلغ سلامي للإخوة في سينا. المجموعة اتقبض عليها ومين اللي هرب؟ بلغوا إن العملية اتلغت مش عارف أعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي أنت فيه بأسرع وقت حالا. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وأجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش. أنا لازم أتصرف في التليفون. أنت اتجننت؟ التليفونات ممنوعة علينا. احنا هنا في جهاد مش في رحلة. اخوك لو حصل له حاجة هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا امرني. الامر لله. عاطف
مدير مركز شباب أطفيح، بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004، والشباب اللي انت تجلت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفسي الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا؟ هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم؟ علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صراحة وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي. عموما يا ست انا هسيبك براحتك، مش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايز اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحبك. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. طيب بقى. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلتيه، زيزو دي أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، يا رضا، أوعى يا رضا، يا رضا هات الموبايل. وهتعمل إيه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ ومين اللي خطف؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايا يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشايا. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقه الغربيه ووزاره الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجه انت اللي هتدفع الفاتوره. انا مش هستنى حد. هتدفعها استاذ هلال.
أسود أستاذ هلال. وديتوا حفيدي فين؟ وديتوا الولد فين يا ولاد الكلب؟ أستاذ هلال ما ينفعش كده من فضلك. من فضلك يا أستاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ اضحك اضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يد حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طاهر. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده، اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال. وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. عايزين مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغ الحكومة. We'll be right back.
اخرس يالا. وانا مش سبق وقلت لك الف مره اهلا قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره محصرانا وبتهاجمنا بقواتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضه الدم عندي مباح. ما تخافش حبيبي. اهدى يا هل، اهدى. حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص. بعدين ده انت اللي معلمنا اننا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هل. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها. انا بحبك قوي يا هل. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. طب ايه
ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن. الورق ده هيساعدنا جدا، وفي أسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. أنت عارف المشكلة فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجة جديدة؟ نكتب عشان مين يغني؟ محدش ليه نفس رضا وأنت أول. قولوا لي يا أولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقه، ليه جمهور على فكره وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزه حش رقبيهم. هو مين فيكم اقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم اقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. ان شاء الله. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بينا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، قاعدين هما السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور، وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكدابه اللي حواليه، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ده هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدلها اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، انا برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبة انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استجناه وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع ويرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. لكم ايه؟ انا جات لي فكره مجنونه. هلال دخل عماره شقه مريم دلوقتي. لا يا باشا مش لوحده، كان معاه واحد. ماشي يا باشا، متدور بضمير يا هلال. ضمير ايه؟ انا بقيت حافظ الشقه دي اكتر من بيتنا. في سنه 2009 كنت عايزه ارجع تاني للاضواء زي الاول. بدات اعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها اصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامه. كده عندك حق، نقدر مزاجنا بقى وندور على الرواقه. انت مش كنت بطلت؟ ومش هرجع للمدعوقه دي تاني ابدا. هلال النهارده ابطل، من بكره هاخد دول. استنى بس، تاخد ايه؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. انا مش هشربهم، هرسمهم. رجع الازاز مكانها. استنى، صعبت عليك صح؟ امسك. دور. ايه
الدليل. يا دين النبي هلال، احنا نروح نقعد عندي في البيت ونشوف السيديهات والشرايط دي عليها ايه بالظبط. اه، وناخد الازاز دي معانا عشان نحتفل. الله ينور عليك. امشي اطلع بره. هدي امشي اطلع بره. طب اروح فين؟ مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك شايفني. انا مش باخد رايك يا محمد، شركه حديد اسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعقود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك. يا بسيوني بيه ابعدني عن. انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسيه مسكنه على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها. وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم. ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه منا زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا زيزو فاء. مبروك يا حبيبي. الحمد لله. كان كابوس. الحمد لله. اتفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي، ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زيي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. لا، البلد دي مش هتقع، ولو في الف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنت خلاص بقيت بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا بقيناش بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها، بس طلعت غبيه رفضت. اهلا يا مريم. اهلا. معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل. انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. أنا قدمت طلب لوزير الصحة عشان أسافر أتعالج على نفقة الدولة، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس أنا أجبرته إنه يمضي قرار سفرك برا البلد، والقرار أهو. أنا مش عارفة
مش عارفة أشكر سعادتك إزاي. أنت فنانة كبيرة، ياما امتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك إن البلد تقف جنبك. بس على بال ما نخلص لك إجراءات السفر، أنا محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. أنت هي خدمة أصغر خدمة. السياسة كل شيء مباح. آه ده سياستكم انتم. اوعى تفتكر ان حكايه الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجه غريبه جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غاده بنتك متورطه فقضية تجارة الأعضاء؟ أنا آسف. على فكرة أنا اللي قلت الجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيك أنتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي أنت بتشتغل فيه بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات، يبقى لعبة في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط. بس اللي ما عملتش حسابه ابدا ان مذكرات مريم رياض تقع في ايدك انت. انا تأكدت ان المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. انا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي انها ناويه تنشر مذكراتها وجايبه فيها سيرتنا، بعت لها اللي انصحها وقولها لا بلاش، بس هي طلعت غبيه وعنيده. وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها قتلتها. انا مش فاضي الحاجات دي. انا ما قتلش، انا امر وحازم ينفذ. قال انا هلال بيه. لما بدا الخطر يقرب مني لدرجه انهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، هو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذ غشيف باشا. هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلتوا مريم رياض وقتلتوا ابتسام فهمي وبسيوني ناصر، ضحيتوا بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خساره. مفيش أي حاجة تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الأطفال اللي معاليك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزولهم السوق. طيب،
عايزك تقابل حسام الرشيدي، حاول تخلص معاه صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ أنت جبت التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيسجل لك عشان يأمن نفسه، مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، اديتها لمريم رياض، مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها، لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وانت هتدفن معاها. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت اقول لك، مش انا قدمت التسجيلات دي للامن الوطني عشان اامن نفسي. حسن نفس. مؤاخذة يا استاذ هلال، اخرت عليك. اهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الامن الوطني. احنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحراميه دول بياكلوا ازاي.